السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشونا، عاملين إيه؟ معاكم أخوكم مصطفى. النهاردة فيديو جديد هنتكلم عن بديل الكلفة اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو العلف. هنشوف نتيجته إيه بعد ما فات أكلناه حوالي 3 أيام مع الكلفة بتاعتنا العادية، العلف اللي احنا أضفناه، يعني للناس اللي شفت الفيديو، أو هسيب لك دلوقتي الرابط بتاع الفيديو. النهاردة هنشوف ايه النتيجة، هل الحمام كلها اقبل عليها ولا ما اقبلش عليها، وهنشوف برضو العلاج عمل ايه معانا في عموما اللي احنا كنا بنعطيه في صحة الحمام عموما، وكمان في الزغاليل اللي احنا كنا بنعالجها اللي هي كان عندها كساح. قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك، ارجوك اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لمعظم المشاهدين. قبل ما نشوف الزغاليل التعبانة، نشوف الزغاليل اللي هي اتحسنت وبقت صحتها احسن بفضل الله. دي زغاليل كانت متأثرة برضو، كانت ضعيفة لكن مش بالدرجة اللي هي كانت بتاعت الزغاليل اللي احنا شفناها اللي كان عندها الكساح. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنشوف تاني هنا، دول زغلولين زاجل متحضنين تحت قص لحم يحضر العش. بسم الله ما شاء الله مطلعهم كويسين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا ده من الأصوص اللي احنا كنا بنجرب عليها تأكيل العلف اللي هو البديل، لكن هو طبعا دكتور سامي عوض وعدنا ان هو لسه مازال بيجهز توفر معانا وتكون مفيدة جدا للحمام. بننتظر يعني موعدنا ان هو هيصور معانا بكرة ان شاء الله، بننتظر ربنا يوفقه ان شاء الله ويلاقي لنا حل كويس يوفر معانا والحمام يقبل عليه ويفيد الحمام بإذن الله. وده كمان القص ده، القص ده كمان برضو كنا مأكلينه من العلف ده مع الكلفة بتاعته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتحته زغلولين، أنا حطيت له كمان واحد ثالث لأني اشتريت حمام بزغليله من صديق يعني، أو مهديني تقريبا يعني بالقصين كده بزغليلهم، صديق عزيز، كنت مضطر إن أنا أحط ثلاثات وفي حتى حاطط أربعات، لكن هنتابعهم طبعا لكده، لكن مش ده موضوعنا. إحنا النهاردة هنشوف إيه الكلفة والحمام كلها ولا ما كلهاش. طب هنشوف اللي هو العلف اللي أضفناه، هل الحمام كله ولا ما كلوش. أنا الوقت كمان ضفت شوية، لكن هو الحمام يا جماعة الحمام أكله ساعتها كأنه بيحدق بس تحديق، لكن بعد كده ما عادش رضا يأكله. أنا بقول لحضرتك برضو للأمانة، أنت تهمني أكتر من الشركة اللي هي بتنتج العلف، وإحنا مش عايزين برضو نظلم الشركة اللي هي أنتجت العلف، ربما يكون هي أنتجته لشيء تاني غير الحمام، لكن طبعا هو اجتهادا من الدكتور سامي عوض قال لي جربها وإحنا جربناها، فزي ما قلت لك كده الحمام ممكن ياكل منها تحديق لكن مش بالكمية اللي هي تشبعه، مش اكل يعني. اهو وده برضو التاني قدامه العلف اللي من زمان انا سايبه. انا طبعا انتوا عارفين هتقول لي انت ليه ما بتقشطش وليه ما بتقلبش، انا سيبته علشان اشوف الحمام كله ولا ما كلوش، انا حطت الاكل ده جديد، لكن هو الحمام ما اقبلش عليها زي ايه ما بيقبل على الكلفة. يعني لو سبت دي كمان، انا الوقت اكلت، لو سبت دي لما الحمام ياكلها هتلاقي كل الكلفة وساب علف، طبعا هنقشطها مش هنسيبها. يبقى كده زي ما قلت لك، الناس اللي سألت وكانت عايزة عنوان الشركة انها تشتري، اسأل على علف مخصص للحمام، ما تجيبش العلف اللي انا عملته ده اللي هو الاخضر ده، علف المخصص للحمام مش هيكون باللون ده خلاص، اللي هو اللون ده اللي هو زي علف الارانب، لا ده مش الحمام مش هياكل. هنا برضو انا محضن اربعة، القص الزاجل ده تحته زغلولين، طبعا باين ان هم زاجلهم، وجاني الزغلولين اللحم دول من الحمام اللي انا اشتريته بولاده، هم ما شاء الله الزغلولين دول اكلين والاتنين برضو الزاجل اكلين. هنشوف الزغلولين اللحم ما شاء الله اكلين وحنين عليهم وبيرعيهم، اهو خايف عليهم الاربعة، بيأكل الاربعة يا جماعة، بس طبعا هنتابع برضو. شوف هنا برضو، هنا ثلاثة وفي متطفل كمان رابع كان واقف معهم اللي هو الزغلول الاسود اللي كبر شوية ده، مفروض يعتمد على نفسه لكن هو مش عايز يعتمد على نفسه، بيستسهل ان هو يجي يتطفل على دول. ده زغلول من اللي هو اللي باقي من الزغلول الاربع زي اللي كنت رايح بهم للدكتور سامي، اللي شرحنا واحد ومات واحد، واحد اللي هو كان مقلوب على دماغه وانا رميته، ودول كمان زغلولين لقيت نفس الحالة تقريبا او اقل شوية، لان طبعا التاني كان حالته صعبة، اللي على اليمين ده اصعب شوية طبعا برضو هو مش قادر يقف، اللي على الشمال حالته احسن لكن برضو رجليه فيها مشكلة. طبعا بشوفت ان هنا مفيش سالمونيلا، لو شفنا المفاصل انا شكيت في حاجة تانية لان مفيش سالمونيلا اهو،
المفاصل كويسة، ما فيش فيه إسهال، لكن ده فيه إسهال شوية. بنعالج الإسهال ده، أقول لك هتشوف دلوقتي بنعالجه بإيه. اللي هو الزغلول الأصلي اتحسن شوية، اللي كان مشكلته ده اتحسن ناشف. شوف إزاي ده كان إسهال بس ناشف، لكن رجليه ما زالت متأثرة. اللي أنا شاكك فيها الخميرة. الخميرة طبعا اديت يمكن جرعات خميرة كتير، كتر الخميرة ممكن يعمل نقص الكالسيوم ده يا جماعة، أو يعمل مشكلة في امتصاص الكالسيوم. فهو ده اللي احنا هنحاول نقلل منه. طبعا هأكلهم دلوقتي الفول ده، الفول الحصى، تأكيل يدوي كده. طبعا عندي السرنجة وعندي الميكس، لكن بالفول كده الفول أفيد حاجة. وهنعطيهم برضو نسقيهم مية، لكن لو انت أكلت فول حصى زي ما أنا بأكل كده محتاج تسقي كمية ماء كتير، لأن الفول ده بيرجع الفولة بتزيد 4 أضعاف. الفولة الصغيرة ديت بتشرب مية كتير، ممكن تشرب مية من الجسم تموت الحمامة. زي ما انت شايف كده انا بأكلهم الفول ده، المنقار بتاعه، شوف المنقار بتاعه طري ازاي. ده اللي محتاج الكالسيوم، ده اللي يأكد لنا ان هو منقاره ضعيف، ان هو عنده نقص كالسيوم مش سلمونيلا. لو سلمونيلا ممكن مفصلية بيبقى فيه تورم في المفاصل، لكن طالما مفيش تورم في المفاصل والمنقار بتاع الزغلول طري بتتني معاك كده وانت بتأكل، اعرف ان هو عنده نقص كالسيوم. هعطي النهاردة نوع من انواع البشري، انواع طبعا كتير جدا، الانواع اللي هي متاحة عند كل الناس. نوع بشري سهل وارخص حاجة يمكن تقريبا بيستخدم للاطفال، اللي هو فيدروب. هنشوف دلوقتي انا ازاي بعد ما نخلص تأكيل الزغليل، بس طبعا هنسقيهم كمية مية كبيرة، وهنأتي برضو حاجة للإسهال للزغليل اللي فيها لسه مازال إسهال. طبعا أنا عازل الزغليل دي في كرتونة كده في المكان برة كده زي ما انت شايف، فرش لهم قش، وممكن أعرضهم للشمس شوية، لكن هم معزولين بعيدا عن الحمام تجنبا لأي عدوى. لازم تعمل كده أول شيء، لكن احنا بنأكلهم برضو زي ما انت شايف كده كل يوم مرة، ونسقيهم ونتأكد من ان هو الفول مشربش المية، نسقيهم مرة تانية. هسقي الزغليل دلوقتي بالسرنجة زي ما حضرتك شايف، دي السرنجة اسمها سرنجة أسطرة اللي ما يعرفهاش، اللي انا بأكل بيها الميكس. هسقيهم نص سقية كده قبل ما اعطي الدواء علشان الفول، بس الفول بيحتاج ماء كتير. هنا الفيدروب اللي هنستخدمه، سعر العبوة دي 14 جنيه دلوقتي حاليا ساعة ما جبتها. هنعطي نص قطارة لكل زغلول يوميا، 3 أيام، 4 5 لحد ما ايه يتحسن حالته، فما فيش مشكلة فيه. طيب انا هعطي الزغليل اللي عندها اسهال عند العبوة دي اموكسي، ده اللي هو جاي لي من الكويت، اللي هو ممكن تستخدم حضرتك مكانه اموكسيسيلين او اي دواء عندك للاسهال، لكن هو انا بعطي للحالات الفردية علاج للاسهال. يعني هتحط عليها حضرتك مية بتاعة الحقن اللي هي تجيبها من الصيدلية البشري، او مية معدنية، او مية من الفلتر، ما تحطش مية من الحنفية، لحد العلامة دي اخر الورقة بالنهاية كده. ده طبعا انا هعمله وهرجها كويس اوي، لان هو الازازة فيها بودرة. وهنأتي قطارة زي كده في فم الزغلول مباشرة اللي هو عنده اسهال، بس للحالات الفردية، لان انا خلصت زي ما حضرتك عارف العلاج الجماعي اللي هو كان كاتبه لي الدكتور سامي عوض. الحالات الفردية بقى هعالجها فردي زي كده، وعزلها في مكان بعيد. طبعا هنسقي الزغليل مية مرة تانية، نكملها مية. طبعا بتزود المية علشان زي ما قلت لك الفول حصى، انا مأكل الفول حصى محتاج مية كتير. هشوفهم تاني بالليل. استنانا في الايام اللي جاية ان شاء الله هنقدم المفروض مكونات الكلفة اللي هيقولنا عليها الدكتور سامي عوض، لناس كتير طبعا بتحتاج الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.